بلاي تاني شغال دلوقتي. عايزين نركز اكتر على نتائج الجلسه ديت ونسيبنا شويه من اللغه اللي بيتكلم بيها سامح شكري. السفير سامح شكري تحدث بالانجليزيه. هو ليه سامح شكري اتكلم باللغه الانجليزيه؟ ده ليه معنى؟ ايه هو؟ لان 99% من اللي شغالين في الدبلوماسيه في العالم بيتكلموا انجليزي. الله! بس كده؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ شوف ازاي يا اخويا، ما كنا فاكره بيتكلم انجليزي عشان جنسيته استرالي. تخيل بقى ان 1% الباقيين دول اللي مش بيتكلموا انجليزي يطلع في ايدهم قرار سد النهضه. الله! وانا اقول للي بيتكلموا صيني وروسي وفرنسي ما وقفوش معانا في مجلس الامن، حصتها من المايه هترجع لنا ولا لا؟ يا جماعه المصريين عايزين حد يقرا لهم المشهد ويقول لهم الحقيقه. قراءه للبادي لانجوج بتاعه وزير الخارجيه المصري سامح شكري، لغه الجسد، طريقه قعده الوزير. هو كان قاعد ظهره لازق في الكرسي. ايه ده؟ ايه ده؟ بص بطرف عينيه. بعت لي نظره، بعت صفق له على الهواء. تحيه تحية لسيادة الوزير. حركة يمكن ناس كتيرة أخذوا بالهم منها اللي هي حركة الكرافات. ضربة كانت من معلم. الكرافات ما بتبقاش محتاجة تصليح، ولكن هو يعني الضبط الوهمي للكرافات. انت صنع، انت صنع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هي وصلت الضبط الوهمي للكرافطة يا من؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. تحيا مصر، تحيا مصر.